وللحديث عن الفساد في المؤسسة العسكرية بالعراق وتغول الميليشيات فيها ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود الجاف. حياكم الله أستاذ محمود. أهلا أخي العزيز، حياكم الله أستاذ محمود. بداية، يعني كيف تقرأ هذه الرواية التي قالها اللواء الركن عبد الحسين سعود سوادي الزهيري قائد الفرقة الآلية 8 السابق في الجيش العراقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين وبعد. الحقيقة قصص الرشاوي في العراق مثل قصص الحياة الأفراحي لا تنتهي، لأنها لاسعة ومؤلمة، وهذا الملف من أجل تغطيته يحتاج المقابلات قد تطول لأشهر وما تنتهي. الأمر بدأ من 2003، وما ظهر اليوم أو البارحة بالإعلام على أثر تصريح هذا اللواء، هذا غير من فيض يعني أشياء عديدة، لأنه الناس بلغ عندهم، بلغ السيد الزرع عندهم، والمسألة أصبحت لا تطاق بالحقيقة، لأنه يبدو أنه السارق كل ما يتم السكوت عنه أكثر يعني يتمادى أكثر ويزيد غطرسه وظلم للأسف. بعد احتلال العراق، أنت تعرف حل الجيش العراقي من قبل المجرم بريمر بالاتفاق ويا عمائم الشياطين بقموا عملائهم اللي يقتلون ويسرقون ويفعلون كل المحرمات تدينا. بدأوا أولا بتشكيل ما سمي في حينها الحرس الوطني، وكانوا من الأحزاب اللي دخلت معهم كأدلة، يقودهم أشخاص دربوهم لهذا الغرض ومنحوهم الرتب بدون أي من الضوابط اللي كان معمول بها قبل الاحتلال. الأمريكان رقوا أكثر من 20,000 جندي وحليف ونائب ضابط إلى رتبة ضابط لخدمتهم في الفترة بين 2003 إلى 2009. وأروي لك حادثة أنا شفتها بعيني شخصيا. أنا كان أكو تفتيش وجوي جيش نزل ملازم أول يفتش راح على مجموعة من الناس. أنا كنت خلفه دا أباوع عليه وأسمعه، يعني أشوفه وأسمعه بإذني. فتفاجأت يقول للناس أكو هنا هاي المنطقة بها عاهرات، جيبوا لي عاهرة حشد سابق حشد من أقول بوجه. طبعا حصلت مشكلة كبيرة بينه وبين الناس. اتدخل أحد المراتب اللي وياه وهدأ الناس واعتذر منهم وقال إخوان تعذرونا، ترى الأخ من الكاولية أمامه هو شخصيا. أنا هذه الحادثة شفتها بعيني وسمعت. طيب هذا لربما عفوا أستاذ محمود، يعني فساد المؤسسة الفساد في المؤسسة العسكرية وتغول الميليشيات في العراق بالتوازي مع هذه الضربات الآن على هذه الميليشيات الإيرانية سواء في سوريا أو العراق قد يقودنا إلى سؤال عن دور هذه الميليشيات بزعزعة أمن المنطقة ككل سواء في العراق أو في سوريا أو في أي مكان يعني توجد فيه، وتخلق ذرائع لربما للولايات المتحدة ولغيرها من أجل ضرب هذه الدول بحجة أنها يعني تتصدى لإيران. ما رأيك بما يجب؟ أنا برأيي أنه هذا الأمر متفق بين الولايات المتحدة، بين الصهيونية العالمية والنظام الصفوي الحالي، ولهذا أنت لو تشوف كل الضربات والتدمير وين يصير؟ بمنطقتنا تحديدا، بمنطقتنا بعالم، بمنطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. كل اللي يموتون من عندنا، وروح شوف إيران ايش يصير بيها، شلون أعمار وشلون نجاح وشلون تطور وإبداع، وتعال باوع احنا على بلداننا وشوف ايش يصير بيه. فالأمر هو كله مدروس أعتقد ومخطط له ومتفق بينهم، والتدمير علينا. وإذا أنت تلاحظ من 4 أو 5 أيام تقريبا بدأت الإعلان، كله قاموا علني يصرحون انه يتم تفريغ المعسكرات وغيرها. زين انت ابو امريكا اليوم من تقصف سواء بسوريا او باليمن او بالعراق او باي مكان، هم فرغوا المقرات، عجبا ليش انت مدى تضرب راس الافعى في قوم طهران؟ ليش تجي انت تضرب هاي المواقع اللي عندنا بمناطقنا العربيه والاسلاميه؟ الله اعلم الامر مقصود، واني هيك اتصور لتدميرنا وانهاكنا واضعافنا يوم بعد يوم اكثر ثم اكثر، وبالنتيجه بلداننا تدمر وتبنى بلدانهم، ويتم توزيع أراضينا وثرواتنا كلها بينهم، والقتلى والضياع كله عندنا، وثم هم ينعمون باللي راح يحصلون عليه إلى أن ما يشاء الله، وننقذ بلادنا وننهض من هذا السبات اللي للأسف طال كثيرا. طيب تعاطي الحكومة العراقية مع هذا، حكومة السوداني مع يعني هذه الأحداث وهذه الضربات والاعتداء على أمن العراق من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذا القصف، كيف تراه هذا التعاطي؟ هذا الأمر يسعدهم، لأنه هم تدينا أخي تقربا لربهم، والله أعلم هو لعور الدجال،
هو تدمير بلداننا. ولو انت اكيد تعرفها في التوراة يقال انه لا ينزل الرب الا بعد الا بعد بناء الهيكل، ولا يبنى الهيكل الا بعد تدمير بابل. فالامر اذا هو متفق عليه وجاري العمل عليه ومعلن، يعني ما اعتقد انه الامر سري، معلن تماما يعني ومعروف. لكن احنا للاسف قلت لك لا نقرا ولا نعرف التاريخ ولا نعرف حتى تاريخنا، وبالنتيجه هذا التعاون هو مو جديد، مو وليد اليوم، من ما قبل التاريخ، من زمن كورش وما بعده وتوالت الايام. شكرا. وحتى من دخل حسن بيقلاله الى العراق. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا، عذرا على المقاطعه ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي الاستاذ محمود الجاف، شكرا جزيلا لك.